لماذا أعدمت بريطانيا القردة؟ اشتهر هذا الحادث الذي يروى عن سكان هارتلبول بإنجلترا عندما قاموا بإعدام الناجي الوحيد من سفينة غارقة تابعة لقوات نابليون، وكان الناجي قرد، حيث آمن سكان هارتلبول بأن القرد جاسوس فرنسية. وبسبب تلك الحادثة ما زال حتى اليوم يطلق في بعض الأحيان على سكان هارتلبول اسم شانقي القرد، ولكن ما حقيقة ذلك القرد ولماذا اتهمه السكان بالتجسس؟ بدأ الأمر بأن اندفع سكان المدينة نحو السفينة الغارقة قرب سواحلهم، وبعد البحث لم يجدوا أي شخص على قيد الحياة سوى هذا القرد، وعند العثور عليه وجدوا القرد مرتدي زي عسكرية فرنسية. وكانت مدينة هارتلبول التي تقع على بعد كبير من فرنسا، واحدة من المدن الإنجليزية التي لم تتقابل في تلك الفترة إلا بشكل طفيف مع الفرنسيين، في فترة كان يتم الإشارة أحيانا للفرنسيين كقرود ترتدي زي جيش على سبيل السخرية. ومع انتشار الجهل وسط طبقة كبيرة من الفقراء في بريطانيا آنذاك، يعتقد أن في الغالب فور رؤيتهم القرد بالزي ربطوا الأمر مع الرسومات الساخرة، واقتنعوا أن القرد ضابط بالجيش الفرنسي. واتفق الجميع على أنه ليس فقط بضابط، بل جاسوس فرنسية، وتم اعتقال القرد ومحاكمته، وانتظر أهل المدينة أن يرد القرد بالدفاع عن نفسه، ولكن بالطبع لم يتمكن القرد من ذلك، ربما لأسباب لم يفهمها سكان المدينة. وبعد أن رفض القرد الرد على أسئلة القاضي، صدر الحكم عليه بالإعدام، ونقله إلى ساحة لإعدام القرد على الملأ، ومنذ ذلك اليوم، يطلق على سكان المدينة اسم شانقي القرد، ويتداول سكان المدينة تلك الرواية وفي إنجلترا بشكل عام، ولكن صحتها ما زالت موضع شك، ورغم ذلك يظل استخدام الحدث للسخرية من سكان المدينة، وبشكل خاص في مباريات كرة القدم في هتافات الجماهير بأصوات عالية للفريق الخصم قائلين بصيغة سؤال: من شنق القرد؟ ورغم أن الرواية مصدر سخرية، إلا أن في الحقيقة سكان المدينة متمسكين بها ضمن تراثهم ومعجبين بها أيضا، لدرجة أن استغل أحد المرشحين لمنصب عمدة المدينة قبل ذلك القرد كشعار لحملته، وكان يرتدي زي القرد المشنوق الشهير مع شعار توزيع الموز مجانا على الأطفال في المدارس، ونجحت تلك المحاولة في إقناع السكان بما يكفي لانتخابه، وتم إعادة انتخابه مرتين، ولكنه لم يعطي موز مجانا على الإطلاق. وما زالت تلك الرواية بين الحقيقة والخيال حتى اليوم، لا يستطيع أحد أن يؤكدها، ويرفض أي من سكان المدينة إنكار صحتها.